والآن مع كلمة السيد المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، رئيس المحكمة الدستورية، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. صدق الله العظيم. السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، السيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، السادة المستشارون رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقون ونوابهم، السادة المستشارون رؤساء الجهات والهيئات القضائية، السادة أعضاء لجنة الخبراء ولجنة إعداد الدستور ورجال الصحافة والإعلام، السادة الحضور، أهلا بكم في محراب العدالة الدستورية المحكمة الدستورية العليا. لقد حرص المشرع الدستوري المصري منذ صدور دستور 1971 وحتى دستورنا الحالي الصادر في 18 يناير 2014 على النص على المحكمة الدستورية العليا باعتبارها جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مبينا اختصاصاتها. فحددت الفقرة الأولى من المادة 192 من الدستور الحالي تلك الاختصاصات على سبيل الحصر في 6 اختصاصات تتمثل في الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وكذلك في تفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وكذا الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها. وأعطت الفقرة الثانية من ذات المادة للقانون أن يعين الاختصاصات الأخرى للمحكمة، فصدر القانون رقم 137 لسنة 2021 مضيفاً اختصاصاً سابعاً لها يتمثل في الرقابة على دستورية القرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية. إن الرقابة التي تباشرها المحكمة مردها وأساسها مبدأ سمو الدستور باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم. وهذه الرقابة الدستورية لم تكن أبداً محض شعار يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة، إنما هي حقيقة وواقعاً استقر في وجدان الأمة وضمير الشعب، بل جاوز قضاؤها بمضمونه حدود الإقليم المصري وصار لافتاً بأهميته أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري في الدول الغربية. فها هو الفقيه الأمريكي ناثان براون، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن، قد ذهب في مؤلفه القاعدة القانونية في العالم العربي إلى أن المحكمة الدستورية العليا المصرية بالنظر إلى هيكلها
وولايتها وكيفية تشكيلها أثبتت قدرتها أكثر من أي جهة قضائية غيرها على أن تطور مداخل متماسكة لمواجهة كل المسائل الدستورية الأساسية التي تواجه بلدها. إن قضاء هذه المحكمة لم يكن نتاج لحظة خلق متكامل من عدم، بل هو نتاج تطور مرت خلاله بمراحل مختلفة حتى استوائه على ما هو عليه الآن. فما بدأه النخبة من صفوة قضاتها السابقين الذين كان لعطائهم وإسهامهم فضل ما شادوه من أحكام هو الأساس الذي تم البناء عليه وصار عليه قضاتها الحاليون، فاتصلوا جيلاً بعد جيل متخذين الحق منسكاً والعدل شرعة ومنهاجا. وها نحن اليوم وقد أكملنا عامنا العاشرة على صدور دستور 2014، كان لزاماً على المحكمة أن تبين للمصريين جميعاً ما خطته من أحكام ووضعته من مبادئ دستورية أرست به المستحدث من نصوص ذلك الدستور حماية لحقوق وحريات المصريين ودعماً لسيادة القانون وتأكيداً على المقومات الأساسية للمجتمع المصري. حفظ الله مصر وحفظ شعبها وحفظ قائدها وراعي نهضتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.